بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا السيد أبي عمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجع اسمه جمال جيب شدرو حوية مجدرو بما أن الآن أصبح من أجل طيب الوقت دون إطالة، المداخلة التي يعني كلفتم بإنجازها في الحقيقة يعني باسم اختياري هي تطور الجامعة الجزائرية وضمها في معركة البناء والتنمية من 1965 إلى بين 2022، يعني تغطيه مرحلة تاع 60 سنة، وهل يمكن يعني تغطيه 10 دقائق السيد الرئيس؟ في الحقيقة الموضوع هو جيد يعني شيء. ولكن لما بحثت استفدت كثيرا، يعني حتى وجدت ان الموضوع هو في الحقيقه موضوع متشعب، يعني في جانب تاريخي لو انك تغطي فترات تاريخيه تطور الجامعه في هذه الفتره، وفي جانب نستطيع نقول سياسي، لان لما نتكلم عن الاحداث تاع 2000 يعني حتى 2022 هي فتره ما زالت قائمه والاحداث فيها لم تنتهي بعد، ونحن في التاريخ نقص الاحداث لما تبرد وتنتهي وتصبح بالامكان دراستها، اما الاحداث السياسيه التي تطورت فهذا من الصعب انك تتحكم فيها. ثالثا موضوع الجامعه والتنميه الاقتصاديه ودور الجامعه في التنميه الاقتصاديه هو يعتمد ايضا على علم اخر هو الاقتصاد، وفي الاتصال نجد إحصاء وذكر هذه الأمور، كل هذا موجود في المحاضرة، المحاضرة تقريبا فيها أكثر من 20 صفحة، ولكن أحاول فقط أن أعطي بعض النقاط في هذه المداخلة. هو بالنسبة للجامعة، خلينا نعتبر الجامعة دورها في التكوين، الجامعة في الجزائر ظهرت مع العهد الاستعماري كما نعرف، بدأت في شكل يعني مدارس يعني عليا سموها مدارس عليا في الطب والصيدله والادب والفن، اربع مدارس، ثم هذه الاربع مدارس تم توحيدها تقريبا، هذه المدارس وضعت تقريبا في 1879، ثم في 1909 تم جمع هذه المدارس أربعة في جامعه سميت جامعه الجزائر يونيفرسيتي دارجي، ولكن بعد استقلال الدوله الجزائريه تعرف ان الاستقلال الجزائر نفسها متخلفه في جميع الميادين وتحتاج ان تنهض في كل شيء، في الجانب الاقتصادي الاجتماعي وحتى الجانب يعني البشري، لان فيه عدد سكان يتزايد سنويا بشكل كبير، الامكانيات الاقتصاديه لذلك لم تكن محرره كما بعد التأميمات وما يسمى معركة التأميمات، فكانت الإمكانية ضعيفة وعدد السكان كبير، وخاصة ما يسمى بالنشأة الطلبة من الابتدائي حتى الجامعة، فكان التركيز تركيز السلطات السياسية على التكوين أولا، التكوين أن الجامعة وجهت التكوين، ثم الجامعة كانت او التعليم العالي كان يتبع وزاره التربيه الوطنيه، لم يكن تابع وزاره التعليم العالي. وزاره التعليم العالي والبحث العلمي تاسست في 1970 قرار اتخذه الرئيس الراحل هو الدبلوماسي، وجعل فصل التعليم العالي والبحث العلمي عن وزاره التربيه الوطنيه، لان في البدايه من 62 الى غايه 70 كان الاهتمام هو ببناء الاقتصاد، لأن دولة بدون اقتصاد ومن دون تنمية فالسيادة تاعها تصبح يعني ضعيفة. نحن نعرف الجزائريين خاصة في ذلك الوقت كانوا غيورين على الاستقلال، لأن الاستقلال هذا اللي اكتناه كما نقول دفعنا من أجله يعني ثمن واحد جدا، فهذا الاستقلال لابد نحافظ عليه. الاستقلال السياسي لا يكفي، انك تكون عندك حدود وطنيه وعندك عالم يرفض لا يكفي، فلا بد الاهتمام بالجانب التنموي.
التنمية احتاجت في البداية أن الدولة تعتمد على تجارب، تجارب خاصة من الاتحاد السوفيتي. نحن نعرف أن في خاصة في عهد الرئيس مودين اللي هو تقريب وخصوص الدولة الجزائرية الحديثة، الرئيس هوني مودين عمل على أنه يعني يعتمد على التجربة السوفيتية وكذلك اليوغوسلافية في بناء الدولة الاشتراكية المنشودة. وقال في هذا ثلاث معارك كبيرة، معركة ما يسمى بالصناعة والزراعة وكذلك الثقافة، نعم نعم الثورات. وهذا يحتاج منه أنه في البداية التعليم العالي يوجهه، لأننا يجب نفهم حاجة، التعليم العالي لا يبني هو سياسته الخاصة، وإنما الدولة هي التي توجه التعليم العالي نحو ما تحتاجه وما تنتظره هي منه في البداية. ونحن أمامنا يعني الأستاذ الخلدان، البروفيسور الخلدان عاش خاصة في الفترة هذه تاع السبعينات، كانت الجامعة عايشة في عالم بعيد كل البعد عن الوطن، يعني كانت عايشة في بثقافة الأغلب عليها ثقافة فرنسية لأنها هي بنت فرنسا، وكان التعليم العالي تقريب هو نظري. فحاولت الدولة بعد ذلك، لأن بعد رئيس مودين بعد ما حكم في الأمن الوطني، لأن تعرف الظروف اللي جاء فيها إلى ذلك، واهتم ببناء الدولة، فهنا اهتم بالتعليم العالي وبدأ ب يعني الجامعة يجلبها نحو أن تلعب دور. الأدوار تقريبا نلخصها في بعض النقاط. النقطة الأولى هي التكوين، تكوين الإطارات، لأن الدولة تحتاج إلى إطارات في كل مجالات، الإدارة، الاقتصاد، الاجتماع، الثقافة، في كل مجالات تحتاج إطارات تحمل شهادة، فكان لابد الإطار. وتكوين الإطارات كان في البداية يعتمد على ما يسمى المتعاونين الأجانب، الكوبيرون، كانت هناك معركة الجامعة لابد أن تدخلها هي الجزقرة، جزقرة الإطارات. وهنا بتكوين إطارات جزائرية وهي تعاود تكون وهكذا، يعني يصبح تكوين جزائري لجزائر. ثم كانت هناك معركة التعليم، وما أدرك مع معركة التعليم، لأن كما كانت السلطات يعني في السابق يعني تنظر بأن التكوين والتعليم معليش نتعلموا اللغات، ولكن يجب أن نتعلم ساعة اللغة تاعنا، ولا يمكن أن تكون يعني دولة مستقلة ولغتها تقريبا هي باللغه الفرنسيه، كما نجد مثلا الهند ولا بعض الدول اليوم ولا نيجيريا ولا كذا، لغتها هي لغه الدوله الاستعماريه. الجزائر كانت لا، قالت العربيه هي روح الجزائر، وبالتالي تحافظ على السياده الوطنيه. ففتره الرئيس بومدين ايضا اشرك الجامعه فيما يسمى المخططات التنويه، تعرفوا ان كان النظام الاشتراكي يعتمد على التخطيط أو المخططة اللي هي الثلاثي الأول، وبعد ذلك الرباعي، ثم الرباعي الأول والثاني، ثم المخطط الخماسي الأخير، وهذا هو النظام الشامل. فالمخططات تحتاج إلى إطارات في الاقتصاد، في الإحصاء، فحاول أنه يأخذ منها، لا يشركها بشكل مباشر، وإنما يستشير بعض المختصين في بناء هذه المخططات، والتركيز دوما كما قلت على تكوين الإطارات. وايضا كاين اشكال واحد اخر يعني الجزائر واجهته في السبعينات هو تزايد كبير في عدد السكان. هذا النمو المتزايد وخاصه فئه الاطفال من الابتداء المتوسط الثانوي اصبح يحمل بكالوريا يحتاج الى مقعد جامعي، فالجامعه عليها ان تستوعب هذا العدد. اذا عرفنا ان في الاستقلال في 1962 عدد الطلبه على سبيل المثال كان اسمح بالسنه عدد الطلبه خاصه عدد الطلبة في مستشفى الاستقلال تقريبا حوالي 800 طالب في الجامعة الجزائرية بما فيهم بعض الأجانب. بعد ذلك العدد بدأ يزداد بشكل كبير، لدرجة أن كان فيه مقال كتبت الشروق في تقريبا 2011 بهذا العنوان، ذات مقال بهذا العنوان: عدد طلبة الجامعة في الجزائر يفوق عدد سكان 68 دولة في العالم. بعض الدول صغيره عدد في 2011 الجامعه تقريبا كان 1,250,000 تقريبا و 30,000 طالب. كي دار الجريده دارت احصائيه وذكرت حتى البلدان، بس على سبيل المثال في ذاك الوقت قطر عدد طلبة تاع الجزائر في الجامعه اكثر من سكان دوله الساحل، حصتهم بهذا الشكل. ما بالك اليوم اصبح كنا سمعنا الساده وكذلك السيد الرئيس
نجد أن صرح مؤخرا بأن عدد الطلبة يفوق 1,700,000، ذكر أيضا الأستاذ الفاضل 1,700,000. تلاحظوا أن هذا التزايد الكبير يحتاج إلى تأطير. الجامعة كان دورها في هذا الجانب، في هذا هو التأطير. في الثمانينات وقعت نوعا من الثمانينات والتسعينات، دخلنا في واحد المرحلة الجامعة تقريبا أبعد، لدرجة أني تقريبا عندي بعض تسمحوا لي، يعني يسمح لي السيد الرئيس، درت واحد الإحصائية حول تغير الأسماء تاع الجامعة في هذه الفترة هذه. يعني نجد وزارة، خاصة الوزارة باش تعرف يعني التبدلات في تسمية وزارة التعليم العالي. نجد على سبيل المثال بداية لما تأسست 70 وزارة التعليم العالي بحث العلمي، وقعت إلى غاية أول تعديل هو تغير أسماء في عهد حكومة عبد الحميد إبراهيم. ولد وزارة التعليم العالي بحث العلمي سخيبة منها واختفت منها التسمية. ثم هذه تاع إبراهيم كانت في 1984 بدأ التغيير الأول للتسمية. ثم في عهد حكومة حموش الأولى كانت في 1989 ولد وزارة منتدبة، كانت وزارة هبطت إلى وزارة منتدبة للجامعة، لا بحث علمي ولا مؤثر، يعني ولد وزارة منتدبة للجامعات وكان على رأسها الوزير وعبد السلام علي راشد. بعد ذلك نجد على سبيل المثال في حكومة حموش الثانية اللي كانت في 25 جويلية 90 أصبحت وزارة الجامعات، يعني من منتدبة طلعت إلى وزارة الجامعات فقط، لا بحث والجامعات وخلاص، وكان اهتمام الطلبة والأكل والمبيت والأمور. وفصل التعليم العالي عن البحث العلمي، ما عادش مع بعض. حيث أنشئت وزارة منتدبة للبحث العلمي والتكنولوجي، وقعدنا وزارة الجامعات وزارة أخرى منتدبة للبحث العلمي والتكنولوجي، وكل واحد على هذا وزير. ثم ذلك بعد ذلك في عهد حكومة أحمد غزالي، من كل ورا بعضها، أحمد غزالي في 18/6/91 تغيرت ناحية هذه إلى وزارة الجامعة، رجعت وزارة الجامعات. ثم تغير اسمها في عهد المجلس الأعلى للدولة برئاسة المرحوم محمد بوضياف حكومة غزالي الثانية، محمد غزالي المرحوم كان قبل 92 هذه، سميت وزارة الجامعات البحث العلمي، الآن رجع لها البحث العلمي برئاسة المرحوم جلال الياس. ألغيت وزارة المكلفة بالبحث العلمي التكنولوجي نحت قد هذا. ثم تسميتها في عهد رئاسة المرحوم علي كافي وحكومته الأولى برئاسة بعيد عبد السلام في 25 أكتوبر 1992، عينت الحكومة، أصبحت وزارة التعليم العالي ألغيت هذه الوزارة وحولت إلى كتابة دولة ملحقة بوزارة التربية والتعليم، هذه كل رأي من جريدة رسمية يعني الأمور المفروض. سميت يعني مش حتى وزارة منتدبة، كتابة على الطريقة الأمريكية والأنجلوساكسونية، كتابة دولة ملحقة بوزارة التربية، رجعوها لوزارة التربية. وكان عين عليها كاتب للمسؤولة، اسمه كاتب دولة مكلف بالتعليم العالي. ثم تغيرت تسميتها ثانية في حكومته الثانية تاع بقيادة رضا ملك، رئاسة علي كافي والحكومة رضا ملك في 93، سميت وزارة منتدبة، رجعت من نعم سوف وزارة منتدبة. لاحظ فقط هنا أعيد تسمية وزارة التعليم البحث، وزارة التعليم العالي البحث البحث العلمي في عهد رئيس الإمام الزوال إلى اليوم، يعني ما تغيرش القاف منذ تقريبا 94. لاحظوا هنا حبيت نعرف فكرة الثمانينات، لأنه كانوا شوية السبعينات، الثمانينات التسعينات، لاحظ كان هناك نوع من الاحتراق في فيما يخص الموضوع اللي هو تطور وزارة التعليم العالي في هذا المجال هو التنمية. الآن هو الأساس، هو الآن نجد خاصة نتكلم الآن على ما يسمى الجزائر الجديدة، الجزائر الجديدة بقيادة يعني في دقيقة الجزائر الجديدة على سبيل المثال نجد بأن الآن توجه حقيقي الدولة الجزائرية في تفعيل الجامعة في الجانب التكنولوجي والاقتصادي، وأصبح الحديث في الجامعة على توجيه الأبحاث خاصة في الدكتوراه نحو بعض المسارات مثل الحديث عن الأمن الطاقوي اللي هو مهم جدا هذا، وما يسمى أيضا بالأمن الغذائي هذا. فنلاحظ بأن وظهرت حتى وزارات تتكلم عن ما يسمى الستارت اب وما يسمى الانكيباتور، فظهرت هنا اهتمام كبير. نجم نقول أن منذ ثلاث سنين هذا ما توالى هناك صح الجامعة رجع لها دورها
اصبحنا يعني اعطي دور مهم في لعب خاصه في التنميه ولهذا شكرا سيدي فاضل شكرا لك